يا مساء العسل والحب والسعادة والجمال على عيونكم الحلوة. أتمنى لكم يوم جميل مليء بالحب والسعادة والتفاؤل. هواي من عندكم يعرفون إيش قد أحب العسل وإيش قد مهتمة بالعسل، سواء بفترة حملي أو بالأيام العادية. وين ما ألاقي عسل أصلي 100% تلقوني أصور لكم إياه. اليوم طبعا واصلني هذا العسل اللي هواي متحولي به من مناحل خان العسل. بعد طبعا كاتبين كلام حلو، أهم كلام كاتبين إنه هم شفتوا شهد ياكل شهد، والله بهاي صدقتوا، رحم الله والديكم. شوفوا بنات، أهمية العسل بالنسبة للحامل والناس العادية لا تعد ولا تحصى، لأنه هو يقوي جهاز المناعة، يمد المرأة بالعديد من الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية، يطهر الأمعاء ويحمي الحامل أيضا من تسمم الحمل، حرق أيضا يحمي الطفل من التشوهات لا سامح الله، الله يكفيكم الشر، ولكن الحذر واجب، مصدر طبيعي ويعتبر رقم واحد للطاقة، ويعزز هيموغلوبين الدم ويزيد البشرة بالجمال والنضارة. هاي طبعا بالعموم دا أحكيكم فوائده. مناحل خان العسل طبعا من أجود أنواع العسل، وكل أنواعها تلقوها عندهم. طبعا شوفوا هذا تاخذون واحدة على الريق، يا سلام، انسوا الأمراض نهائيا. طبعا هو دائما أنصحكم الابتعاد عن السكر الأبيض واستبداله يعني لوبي استيفيا، لوبي العسل الطبيعي. خلاص هسه أترك لكم الصفحة، وإن شاء الله أيامكم كلها عسل وحب وسعادة. طبعا الشوفان أنا وفهد نهائيا منعوفة، علمني عليه مؤخرا وكلش طيب، ما أعرفه من يجيبه، من هذا الشوفان اللي ما تحسون طعمه ما طيب. ويجيب لي أيضا من التفاح الأخضر هاي اللب مع الحب الشمس والجوز واللوز ومشتقاته، وبعد شنو حبيبي حطيت عسل بذور الشيا والكتان شوية. عاشت إيدك، بعد نوب عسل، بعد النوب عسل حلو.